مركا الحمد لله رب العالمين سو عم بنو غدو عاي سو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانو مرينا يا هلك كوا كان جوب ديرا حلايتو قديب سفرة مكاكا صوب حاي مجالة هجيسية برعو كانت كله أنا إذا إيو صلاة دين تا سعيد يسد الحمد كوليد مركي أنا كهلا مرتقات كوليد وين قراتك عن هالك الصوت الله يشري برقدي وعن نمي أدوي لا شري برقدي ما أنت هو تشوبلي نبت قلي أنا قبنا الحمد لله رب العالمين بقروح عن وضم هم من قراتك قبوشة يسوع دوين تا يسيد كرامة يشرف طلع لا أبطي كل خير عس صدر تطهي كل خير قراها وحبا ونحسن نقلتي عن سلك قاردي بدو دوران وكلا مقرن قرادك وحانا نحرق تهمتي سبن من سفر حضي رايحين يسو دوين بقى ولبضا نقول لي دي كورا حضا اللينا وحي بصوبك دوران والله أخري دونا هدي لها يكردبو والله بقضا بقول نبت قليل ايو شركة الصعبة أولا دينا إلا تعبيره ون قصة ليسا أدي لها يكبر مجريد ووح كريه اللي قدنا لي هاي ووح نلوشي إنه أساس كيه كتابين هاي ووح الدنيا ذا لها يكو أساسي تريتان كيه دونا وكو صعبة نلولو إنه هنا يكسورة قشرة هاي قلتي وحور بلده الرئيسية وعامل نقودين ما رحتي دو حيابها ما درها ما قدرات كلية هاي وكفر رئيسية أنا يحين ويا أساس الدين جا أساس الإلهي سنة إلهي جا سنة الدنيا جا كنا لشة ميد أنكو صلاة سنين ما تشروا كان بس قليل دوين النقطة ركن كوجه الرئية يعني سلق على مي وعن وضعي على النوم oo aanu maartay loo hawl galo mid guud iyo mid gaarba mid haday tahay labadan beerood dhinacyada beerahan dhinaca isku hayaa walaalaha haday tahay iyo haday tu guud oo ay tahay mandaqada wixii quseeyaba ah in la wada maaliyo dhinac looga soo wada jeestaan isla qaadanay maxamed ibn cala alihi wasaxbihi wasalim ilaahay baa mahad iskale وساوستانكو وشاغي سفر ايان تغني اما كتوغنا ساحنير سفر كاسو اي اساسو تحي كغل ونور ديگي كراتكو ونغو عسومي ان قانسو غار نشاله تو دوركي سغالي لاتبه بشو احي ان الكاسو ان كراتكو ونغو قابلي وانو قادنا لو شلوهي حقا مارتي يا فضل شلوهي انت ايو سيء وعنا لو قالي كانت حقيسة مركي انا شو تقني قالت كو انا مدك على مغنين وحلو وحيا بضن بالي ودنا لو دا قويسي ان كارحنا كسوف جيدنو ايا دنا هم منطقة دي كودهان بوانو كولا هلالي وحاقوه اني واسك لبدا وشاقي dan Mahmud Haaj Hussein isla garanay ee nabada labada reer aanu ka soo jeedno abaar jeelo iyo rubahante wixii ka baaqaya waa hore ayaa nabad loo qaatay laakiin waxyaabo ayaa wali jira ama arrimo aan la xalilin wixii ka baaqaya in si dhaqso ah loo dhameystiro lana xoojiyo si ay si fiican agaah isugu taagto waan isla garanay wax kasta oo soob noqon kara nabadgelyaduna xumaato ta qoysaska iyaga ama reeraha labada reer aan ka hadlayo dhexdooda rubaanti habar jeclo iyo ta guudba inaanu hal meel uga soo wada jeesano waxaanu kale oo isla qaadanay
إن هذا دي هذا مدلت هاي إن لسور دوغيو ولا تاجرو نبدا نبدا يهشيش كيو هذا لا ضو وبلابتي سومالي لان هي خاتم الله بدر دينا إن لسور دوغينو تاجرو سيدي لوجا مدر دليل هان وحنو نوغو باقينا إن أي كم مدر دليان أو دبارة ديجان لسور تناسرو وهذا هذا كائن لقمة دليلية أيام لبضت دعالبة أما لبضت دينعبة أنه آدي هذا وقت كنا وقت ترينا فعندو شيء جنا وحي أنه قبة هذا هو حلا فضلينا حلقي متنا مديار نحي أيام لما أيام مركا بلن قادينا خاصنا وقود بكاسوي كرا شامع كرا علي كرا شامع سيدة سلادين تيجوه رئيس الشيخ تاي مرتقات كأنه كهلاي قرات كه أيام خنمي سنة بتجليا وروح بدن وديرهم أيام سودوي لا حلا يقول نشوفني شرف يجي إيوه أرمي هي نص عنا مال في عن وهذا قيمة بدن أيام دين حلا يا هاي ومدى نتاوان ايسا يارمها نخسايا هدي اي تيرتي كلاقو قبنان يكلا مقنان شو مدحنا قميتك دقانك تيرانك اسحيقة ويدا ماتي ويسو قبودي saaxdeer baan joognaa hoolkii shirarka ee guriga garaadka ayaanu joognaa qodobadaanu isla gaadheena wati salaadiintii ugu horeysa sheegtay waxaan leeyahay meel kastaba ha joogi daafaha adduunka dadkay joogto ee aanu odayaasha u nahay ee aanu salaadiinta u ahaynu garaadada u nahay waxaanu ka rabnaa inaa soo taageertaan ama niyadiina gelisaan ama ogaataan inay maanta dadkanu meel u wada jeedaan dhaqankii meel u wada jeedo isku fikrad yihiin sidax fadhiyaan go'aan nabadeed qaateen go'aan wada jir iyo wada shaqeyneed ay qaateen maanta waxa loo jeedaana aanu idinka filayno idinkuna inaa kaasoo kale aa qaadataan aanu idinka filayno kaanu qaadanay kiisa inaa qaadataan ana adigu mahadnaqay garaad taa ugu horeysa gogosha nabadeed ee casumadeedu noo fidiyay waa ugu mahadnaqay beeshiisana waa ugu mahadnaqay waxaan ka mahadnaqayaa waan ka awqaatay oo nagu soo dhaweeyay ayaan ku soo kicitanay ee si nabadgelyada leh aan ugu soo gaarnay garaadka ugu mahadnaqay waxaan leeyahay maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin ku dayasho